دكتور مولاي عماك المنصوري، طبيب جراح، عضو مجلس مدينة مراكش، نائب رئيس مقاطعة جليز. طبعا اليوم كانت اشغال الدورة العادية لشهر فبراير 2022 تحت اشراف السيدة رئيسة المجلس الأستاذة لفاطمة الزهراء. طبعا كان نقاش مجموعة من القضايا وعلى رأسها اطلاع المجلس الجماعي على وضعية العرض الصحي بمراكش من بنيات استشفائية. طبعا التدخل ديالنا كان تدخل واقعي وكان تدخل اللي تنعيشه يوميا، وهو أنه العرض اللي تقدم في واد والواقع الصحي لمراكش في واد آخر. للأسف الشديد الوضعية الصحية بمراكش ليست بهزيلة، بل الوضعية الصحية بمراكش ميتة. فلا المراكز الصحية بها أدوية، الدواء ديال السكر ديال لاطونسيون ما كاين والو، ظروف العمل ما كاين والو، رغم المجهودات الجبارة اللي تيبذلوها الناس القطاع من أطباء وممرضين. هذا كذلك تحدثنا على مستشفى بنو زهر، هذا المستشفى اللي تخصص الكوفيد، في حين أنه تخصص واحد المكان يعني في بنو طفيل الكوفيد والذي لا يشتغل. إذن جميع مرضى مراكش وفي هذا اليوم بالضبط اللي تتحل اجواء يعني الحدود، لا قدر الله جسائح دار حادثه سير، ما عندناش فين نديرو سكانير، السكانير ما بقاش امتياز، السكانير وسيله من وسائل التشخيص. كذلك اللي عنده جلطه دماغيه، واحد فيه السكر ولا فيه لا طونسيون، ما عندناش فين نديرو السكانير. ليرم كانت جات الممونية، ما بقيش عرفنا فين كينا. طبعا الخلل كبير وكبير جدا. الآن لنتحدث عن مركز القرب للأمراض النفسية، هذا يعني مستشفى يندى له الجبين، ظروف لا إنسانية، ظروف لا إنسانية، ظروف لا إنسانية، ونصرح بقوة. كذلك ما يعطاهم من تغذية سيئة جدا. كذلك باش تأضبط مستشفى ديال الأمراض النفسية مع البنيات ما كاينش أضبطاسيون. كذلك يجب أن نتحدث عن التدبير الكارثي والتدبير العشوائي والذي نضع نقطة استفهام على توزيع الموارد البشرية. الان تيقولوا بانه كاين مركز القرب ديال سيدي يوسف ديال المحاميد، اتحدى باش تكون موارد بشريه متوفره، اتحدى باش يكون تسيير في المستوى. لماذا؟ لانه باقي لا الكاردييناج لا السيكوريتي لا باقي متابعين المستشفى بنو زهر الان، والامكانيات ما قداش، فما بالك الى زدنا عليهم واحد المستشفيات القرب. الان مازال ما تمش التعيين ديال المدراء اللي يشرفوا عليهم، ما عرفناش علاش، ما عرفناش السبب، هناك علامة استفهام. كذلك في المراكز الصحية قلناها مرارا وتكرارا انه تيجيو ناس ديال السيكوريتي هما اللي تيعالجوا هما اللي تيعطيو الدواء، وهذا الشيء خطير جدا. وهذا الشيء راه كان احد المستشارين بالناخيل مشكورا اللي وضع واحد اللي شخص الصحه في وضع كاريكاتوري، مستشار بمقاطعه النخيل يمكننا كاع نذكروه بالاسم ما كاين حتى مشكل، المستشار المحجوب الفحيلي، واللي تحدث ولكن لا حياه لمن تنادي. اقول من جديد واكرر بان الوضعيه الصحيه في مراكش راه يندى لها الجبين، وبالتالي على المصالح المركزية أن تتحرك، على المصالح المركزية أن تقوم بالدور المنوط بها. مراكش راه مدينة سياحية بامتياز، مراكش راه مدينة ما تستحقش هذا الشيء، هاد لي بريستاسيون. يعني نحن باسم ساكنة مراكش، باسم المواطنات المراكشيين، باسم المواطنون المراكشيين، احنا تندقوا جرس الإنذار، احنا تندقوا جرس الانذار، احنا تندقوا جرس الانذار.
هذا الشيء اللي كاين راه ما تيفرش، وبالتالي ادعو مجددا المصالح المركزيه للتحرك وشكرا.